الفيديو هنتكلم عن طبيعة التطبيقات من الحيثية البنيوية. التطبيقات زيها زي أي صناعة بحاجة إلى إدارة، لها بنية أساسية في الإدارة لتكوين المنتج أو الخدمة المرادة. وزيها زي كل المجالات بتدخل في تصنيفها. التصنيف الأول هي الإدارة المركزية. في كثير من المنتجات الفنية كأدوات كفريم ووركس كإلى آخره، البنية الإدارية هي بنية مركزية. تعالوا نتعرف على المزايا والعيوب. طبعا كل الحلول صحيحة، ما في شيء غلط، لكن هي موضوع تناسب، هل يناسب مشروعك أو الجهة اللي أنت فيها أو لا. فالمركزية المحاسن اللي موجودة فيها أنه حصولك على آخر المستحدثات التقنية، إمكانية التعديل فيها حسب الخبرة تبعك أو تبع الفريق اللي أنت تشتغل فيه. المركزية برضو إمكانية التعاون البيني في المجتمع الفني، تمام؟ والركيزة الأساسية للحلول اللي هي ذات طابع مركزي، تمام؟ إنها هي تعتمد على المجتمع. المجتمع هو اللي يدعم قيام الحلول المركزية، المجتمع الفني، تمام؟ كويس. في الجانب الآخر في اللي هو الإدارة اللي هي اللا مركزية للمنتج أو الخدمة. الآن المركزية هنا عكس يعني هي المركزية، هنتكلم برضو عن عيوبها الآن، إنه هي لا يمكن أنها تكون مناسبة لكل المستخدمين، تمام؟ وعندها عجز في اعتمادها على المجتمع. إذا كان المجتمع هذا فرنسي، فالحلول تكون فرنسية. أول ما تخرج لبلد ثاني ما راح تشتغل الأنظمة بكفاءة جيدة، لابد إعادة إنتاجها مرة أخرى، تمام؟ هذه بالنسبة للمركزية. برضو العيب الثاني إنه هي لم تم بنائها، التصور اللي كان موجود هو الحفاظ على الجودة. يعني زي مثلا في السيارات، أتكلم عن فراري، لامبورغيني، كان الحفاظ على الجودة إبراز آخر التطورات. لم يكن في الحسبان المتطلبات حق المستخدم العادي، ايش هو احتياجاته؟ يعني احتياجاته ما كانت مقدمه. اللي كان مقدم هو الفن والرفاهيه، هذا هو اللي كان مقدم. وبالتالي منتجاتهم جميله وجيده، ولكنها احيانا ما تكون في نفس الاحتياجات والتطلعات غالبية العمر، تمام؟ طيب نيجي هنا للمركزي. المركزي بيضع في الاعتبار دائما المستخدم الأخير ويبني عليه كل حاجة حوله، تمام؟ فاللامركزي بتهتم بالعميل، بتطلعاته، ايش هو تحديدا يحتاج وايش هو يبغى، تمام؟ بعلاقه اعلى بكثير من المركزيه. اللامركزيه ممتازه جدا في الانتشار، في الوصول لاكبر شريحه من المستخدمين، لاكبر شريحه من المنتجات. هذه هي اللامركزيه. اللامركزية ما تعتمد على مجتمع معين، هي لها مجتمع خاص.
ميزانيتها وصرفها اعلى طبعا مقارنه ب اللي هي المركزيه اعلى، ولكن في النهايه المنتج خدمات ما بعد البيع تكون جدا ممتازه. طبعا غير المزايا اللي هي من ناحيه الوصول للدعم الفني بشكل اسرع، امكانيه الوصول الى الدعم الفني حتى في المحيط اللي انت فيه، هذه كلها بتوفرها اللا مركزيه في الاداره. تمام. طيب ايش هي العيوب بالنسبه للا مركزيه؟ اللا مركزيه العيوب العيب الاهم فيها هي عدم امكانيه التغيير في المنتج او في التفاصيل. يعني هو استخدام محدود ودعم لهذا الاستخدام المحدود ليغطي جزء كبير من متطلبات العميل، ولكن لا يمكن تغييرها، تغييراتها تكون بطيئه ومستحدثات التقنيه أو احدث التقنيه تكون متاخره فيها. تمام. ولكنها من ناحيه الاستقرار افضل من الرخيصه. تمام. ايش الصح؟ كلها صح، ولكن بتعتمد على انت ايش اتجاهك بالنسبه للتقنيه ومدى اهميه الخيار ليك، يعني بالنظر لظروفك وطبيعتك.